الابداعيه للعلوم والتكنولوجيا. اتقدم بجزيل الشكر الى التعليم الالكتروني الذي يعمل على تصوير المحاضرات للطالب ويعمل جاهدا على زياده نسبه الاستيعاب عند الطالب للمحاضرات التي يحتاجها. اذا قام الطالب او تاخر عن المحاضره او كان في غياب لظرف ما، يستطيع الطالب العوده الى المحاضرات على قناه مركز التعليم الالكتروني الموجوده على اليوتيوب الذي يتسنى لكل الطلاب الدخول عليها، وموقعها على الفيسبوك مركز التعليم الالكتروني. انا الطالبه دنيا محمد سلام النجار، تخصص تحاليل طبيه قسم العلوم الطبيه. انا اخذ تجربه تصوير المحاضرات للبساطه الكيمياء الحيويه مع الدكتور احمد البسيوني، فأصبح بالإمكان العودة إلى المحاضرات المصورة على القناة التعليمية على اليوتيوب والاعتماد عليها في المراجعة النهائية. نرجو من المركز العمل على تصوير جميع محاضرات الفصل الدراسي القادم. نشكر مركز التعليم الإلكتروني القائم على القناة التعليمية. إنه من دواعي سرور أن أكون طالباً في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا، هذه الكلية الرائدة في التعليم التقني. أنا كطالب في تخصص تطوير نظم حاسوب درست في هذا الفصل المنصرم مادة خوارزميات ومبادئ البرمجة. ما لفت انتباهي هو استخدام ميزة رائعة وهي المحاضرات المصورة. هذه الميزة التي تؤكد استخدام الكلية وترسيخ الكلية لكل ما هو تقني وحديث في خدمة الطالب. هذه الميزة التي تعد فريدة من نوعها في جامعات القطاع والتي تمكن الطالب من مراجعة المحاضرات التي شرحت خلال الفصل في أي وقت وفي أي مكان، وهذا يوفر على الطالب الكثير من الجهد. أنا الطالبة أفنان عبد الرحيم محمد عيسى، تخصص صيدلة من قسم العلوم الطبية. أنا درست مساق الكيمياء الحيوي مع الدكتور أحمد البسيوني، وقمت بمتابعة المحاضرات المصورة عن طريق قناة المركز التعليمية. أدعو المركز التعليمي الإلكتروني إلى تصوير باقي المحاضرات لما لها تأثير إيجابي على الطلبة.